للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعاودة، عضو مجلس الشورى، بعد التحية. طبعا من خلال متابعتك لانطلاق حملة فينا خير، كيف تقرأ هذا التفاعل مع الحملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذه، هذا طبعا دائما أنا كما ذكرت في اللجنة الوطنية بقيادة سمو ولي العهد، أن هذه الخطوات التي اتخذتها كلها كانت حقيقة واضح أن فيها توفيق من الله عز وجل، لأن الإنسان مهما اجتهد فيحتاج إلى التوفيق من الله عز وجل والعون، وهذا استمرار لهذا التوفيق الذي نحمد الله عز وجل ونرد الفضل إليه دائما. هذا أيضا مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد، هذه أيضا هي حقيقة توفيق من الله سبحانه وتعالى لتغطية عدة مجالات. الحكومة بما قدمته اللجنة الوطنية ومتابعة سمو ولي العهد، ودفعت بألوف الملايين للبلد، سواء كان القطاع المصرفي أو للقطاع الخدمي، وقد رأينا وتمسنا كثير من الخطوات التي حقيقة خففت واقع هذه الجائحة على المجتمع، بل إن نجد أن هناك اندفاع كبير في العمل للبلد، يترجم ذلك العدد الكبير خلال 3 أيام الذي تجاوز عشرات الآلاف من المتطوعين، فعطت البلد الكثير كما قلنا يعني ألوف الملايين. فجاءت مساهمة سمو الشيخ ناصر حقيقة ليأخذ العمل التطوعي أيضا دوره، وهذا لا شك أن له يعني جوانب كثيرة، منها أن المجتمع المتكاتف تحل فيه البركة، ولذلك أنا في إشادة كبيرة بالتفاعل، وأنا حقيقة أقول أيضا نطمع في تفاعل أكبر مع أقساط كبيرة في البلد قد استفادت من الدعم الحكومي ملايين، فآن الأوان الآن أن يعني أيضا هي ترد لهذا الشعب سيد عادل الذي وقف في كل الآن. نعم سيد عادل، لو نتكلم تحديدا عن ما يتميز به المجتمع البحريني من عناصر قوة تتمثل طبعا بالتلاحم والتكاتف، كيف تعكس هذه الحملة هذه القيم البحرينية الأصيلة التي جبل عليها؟ واضح جدا. إجابة على هذا السؤال، هذه النقطة المهمة التي أردت أن نركز عليها، واضح جدا أن أي مبادرة تدعو إلى لحمة وطنية وقبة وطنية يتفاعل معها الناس، رغم أن البلد معروف يترصد بها المترصدون ليعني إفساد كل ما هو جميل فيها، ولكن يأبى الشعب إلا أن يرد هذا الكيد بلحمة وطنية وفجأة بحرينية بكل ما احتاج الوطن، وهذا ليس بغريب عن هذا الشعب الطيب حقيقة. إذا نتطرق من منظور شرعي، كيف ينظر يعني الشرع إلى المساهمة في دعم جهود الدولة في التصدي لهذه الجائحة تحديدا؟ طبعا الشرع حقيقة في مبادرة سمو الشيخ ناصر، أنا تذكرت أن يعني إذا نرد كل شيء للشرع، تذكرت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءته جماعة يعني محتاجة وهم من مضر كما هو الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتاح، وإنما دخل البيت وخرج ثم دعا إلى التبرع إلى الصدقة، فجاء رجل بحفنة ثم تتابع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فنرجو أن هذه المبادرة قد سنها سمو الشيخ ناصر وبادر فيها، فله أجر بعد أيضا من يتبعه، وله أجر إحياء هذا العمل، هذا العمل الذي نفزع لغيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحادثة كان وجهه يعني حزنان لما رأى، ولكن لما تبرع الناس وتجمع الخير النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبة. ولذلك لا ننسى الحكومة تدعم، لكن هناك أناس انقطع
طبعا هناك جهود مشتركة. سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعاود عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.